أعلن رئيس مجلس قضاء حديثة في محافظة الأنبار خالد سلمان أن وزير الموارد المائية حسن الجنابي ورئيس لجنة الموارد المائية في مجلس النواب زارا قضاء حديثة غربي الرمادي. وأضاف سلمان أن الحكومة المحلية في قضاء حديثة ناقشت مع الجنابي صيانة سد حديثة وزيادة ملكاته وتحسين الخدمات للجميع أو للمجمع السكني فيها، وكذلك كري نهر الفرات في القضاء، مشيرا إلى أن وزير الموارد المائية وجه بزيادة ملكات سد حديثة وكري نهر الفرات وتحسين الواقع الخدمي للمجمع السكني في السد.